فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا مع كتاب الصلاة. قال باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. روى المصنف رحمه الله تعالى بإسناد حسن عن رفاعة أو معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، في زيادة هنا، مباركا عليه، مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة ابن رافع ابن عفراء: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. قال الترمذي وفي الباب عن أنس وغائل بن حج وعامر بن ربيعة. قال أبو عيسى: حديث رفاعة حديث حسن. وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولا يوسع في أكثر من ذلك، يعني في ذكر أكثر من ذلك. الحديث تعلمون أنه الحديث الذي في الصحيح جاء على غرار هذا الباب، أنه لما يعني قال النبي: ربنا لك الحمد، قال: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه إلى آخر، أو حمدا كثيرا حمدا، قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدت كذا وكذا من الملائكة 30 أو 40 ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها إلى السماء. هذه المسألة، يا رب يرضيك، فهذه المسألة يا حبيبي. لا لا ليه 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 خلاص. يعني فيها مسألتان: هل الحديث حديثان؟ هل القصة قصتان؟ أم هي قصة واحدة؟ الجمهور ما يرى أن الحديث القصة قصة واحدة، ولعله اتفق عطسا مع الرفع فقال ما قال. لعله اتفق عطسا مع الرفع فقال ما كان ما قال. لكنه لما قال وقال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، قال: وجدت الملائكه يقولون كذا. هنا قد يقال بان يعني من قال بانه لا اجتهاد في العبادات يسقط عنه ذلك بفعل هذا الصاحب الجليل الذي قال: ربنا لك الحمد، وزاد في الذكر ولم يرد عن السلام هذا الذكر، بل النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال: من قال هذا الذكر؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر. في مسائل طبعا نبينها. اول مسائل انهم قالوا: يبقى اذا يجوز الاجتهاد في العباده. قلنا هذا ليس اجتهاد في العباده، وان كان الذكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن قد اطلق الذكر، عندما قال في الركوع: عظيم فيه الرب، وفي السجود اكثر من الدعاء، فقمن ان يستجاب لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون عبد الرب وهو ساجد. فيبقى إذن يكون الأمر أنه لم يزد في العبادة شيئا، بل هو أخذ بتأصيل التعبد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتخلم دع ما شاء، وقوله أيضا: أما الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقاموا أن يستجاب لكم، وتركها مطلقة. أو يقال أنها عبادة وأنه أتى بشيء زائد، وهذا الشيء الزائد انظر إلى الوحي، في التو اللحظة جاءه الوحي. لو قلنا بأنها يعني كانت منه دون إقرار الشرع، يبقى كل إنسان له أن يفعل ذلك، فأن لمن جاء بعدهم أن يكون مثله. وطبعا هم يحتجون ببلال أيضا، أنه يعني لما قال: أسمع دفن عليك في الجنة ماذا تفعل؟ أرجع عمل تعمله في الإسلام. قال: ما اغتسلت أو توضأت إلا صليت. فأقره الشرع،
يبقى إذن لو كانت اجتهادا كما يقولون يقر شرف عمل به، وإن لم يكن يكون على الذكر الذي بينا فيه. قال ربنا لك الحمد حمد كثير، عطس فحمد الله، وهذه من السنة. ولذلك عطس الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فشمته وقال رحمك الله، والثاني عطس فلم يشمته، فلما سألوه قال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. فمن السنة أن يحمد الله. فالعلماء اختلفوا وهو في الصلاة يحمد الله يقول حمدا ذكرا طويلا، أم يقول أيحمد الله في نفسه ويسكت على ذلك. الجمهور أنه لا يتوسع في الحمد، وأنه عطس يحمد الله، هذا من باب الذكر. ولذلك صحت قراءة الصلاة على النبي في الصلاة لأنها ذكر، فصح أن تصلي عليه وسلم وأنت في الصلاة، ويصح أن ترد على الأذان وتردد الأذان وأنت في الصلاة، لأنه في نهايته هو ذكر. فلما قال من؟ قال أنا يا رسول الله. من المتكلم؟ كررها ثلاثة. طبعا في أول وهلة لم يرد عليه وسلم خوفا هلعا يخشونه، يعني يكون قد فعل شيئا أو ينزل فيه قرآن، وهذا من ورع الصحابة. فقال من؟ فقال أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مبارك العين كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أقسم ولم يستقسم. قلنا هذه قاعدة أصولية مهمة وشيء ممتاز. يبقى إذن إذا أقسم على شيء لم يستقسم عليه بما يأتيكم فهو جلل، فانتبهوا. فيكون الأصل في ذلك أن يلتفت قلبا انتباها آذانا وأسماعا وأبصارا وقلبا حتى يعلم ما سيأتي. قال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملك. يريد أن يخبر الملائكة نزلت من السماء لتأخذ هذا الدعاء وتذهب به إلى رب السماء سبحانه وجل في علا، تصعد به إلى رب السماء سبحانه وجل في علا. فهذه كما قلنا فيها أن المرء لو عطس في الصلاة له أن يحمد الله، وأيضا لو سمع الأذان له أن يردد الأذان، وله أن يصلي على النبي عدنان وهو يصلي. قوله في الباب عن أنس، حديث أنس أخرجه مسلم، حديث ابن حجر أو حديث عام ابن ربيع أخرجه أبو داود. وقوله حديث رفاعة حديث حسن أخرجه أبو داود النسائي وأخرجه البخاري أيضا. ولفظه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل من ورائه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيوم يكتبها أول. مفوش مبارك فيه، مبارك إيش عليه؟ زياد مبارك عليه. والزياد هنا من الثقة لأن الرواية واحدة وأنه ما في خلاف تقبل، ولأن الأمر في التخفيف على ذلك على الذكر ولم يذكر العطاس. يقول كان بعض أهل العلم يحملونه على التطوع، وصحيح أنها كانت في الفريضة، ما كان الإنسان يصلي التطوع يعني جماعة. قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، قالوا ذلك وحقيقة الأمر قد حمد الله أكثر من الحمد وقال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ومع ذلك أقره الشرع بذلك، فله أن يحمد الله بالصيغة التي يراها مناسبة في لسان الحال والمقام. الفوائد المستنبطة في ذلك: اجتهاد الصاحب في العبادة مقبول لأن الشرع إما يقبله وإما يرده، لكن بعد موت النبي لا اجتهاد في إيش؟ لا اجتهاد في العبادات. القسم لغير الاستقسام فيه دلالة على لفت الانتباه لأمر سيأتي عظيم. هيبة النبي توقيرا وتعظيما لأنه سأل من القائل فلم يرد أحد، هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الثالثة لما سأل النبي رأوا من الأدب أن يردوا فرد عليه. لو في أسئلة تفضلوا، بهذا يكون قد أنهانا ربنا جل وعلا من دروس الليلة، فنسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان الحسنات. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخ
الخلق والضاح المحيا.